اهل المغرب اسمحوا لي بقى كلمه. انا مش معكم اليوم تفوز على امريكا. انا مش مع المغرب اليوم تفوز على امريكا. انا مع المغرب تبهدل امريكا. انا اليوم بدي اشوف بهدله يا مغربي. ما بتشوف 1-0 ارى بهدلناهم، ربحناهم بربعه، ضربناهم مساكن بربعه. الله يستر لي يتقلقوا من الامريكان، هذيك القرعه ديال الامريكان يحيدونا منها نيشان. هذا واحد دلع هيدا يا معلم، ما بدي اياه الدلع، ما بدي اياه. تفوز على اخواتها راكية 3، ما تفوزوا على امريكا 4-5. لا قسمهم بالله، بدكم تبهدلوا المنتخب الامريكي وتمسحوا الارض ببايدن باكمله. بدنا نجننه، بدنا نخليه يقطع حياته. رجل بايدن ايش دخله في الموضوع؟ دخل بايدن في الموضوع صح. المهم اخويا اربعه مزيانه راه هزوا ليس انسان يشوف واش غنديروا ان شاء الله مع السباليون. ان شاء الله ربحوها باش نضمنوا ميداليه ان شاء الله. والله لا دي احسن لقطه وحق الله العظيم، والله لا احسن لقطه بالله. ولا اخوتي الا كان مبغينا بالله، لا اخوتي الا كان مبغينا، واخا الغلاء واخا البوطه زادوا فيها واخا كذا بزاف ديال الحوايج، ولكن كان مبغينا. فهمت ما عندك ما دير، كان بغينا شي لا طلع. انتما باش عجبوا لي المغاربه تطلق النشيد الوطني ديال الميريكان وشي استرافو ديال هذا. ماشي اللحيه اللي كان بغى يدخل يسلخ الاربيط في الماتش ديال الارجنتين. شي واحد شوف انتما باش عجبوا لي المغاربه تطلق النشيد الوطني ديال الميريكان وشي استرافو ديال فلسطين. شوف يا ساتر، لأول مرة ممكن تشوف نهائي الأولمبياد هو نهائي عربي، المصر ضد المغرب. هسا المغرب قاعد تلعب زعما لما نقدر نتلاقاو مع مصر فينال. شوية صعيبة اخي. ان شاء الله المغرب فينال، ولكن مصر ما عرفتش باقي كاع ما لعبو الماتش ديالهم. دابا كنصور فيديو باقي كاع ما لعبات مايسر الماتش. خلي دابا السباليو راه بحال ليا باب الجزيره كاع ما سال الماتش ديالهم. زعما تقدر ترى هاد اللعيبه هادي مباراه ضد امريكا في ربع النهائي، والمصر كمان يوم حتلعب ربع النهائي ضد البراغواي. وانا بالنسبه لي طريق سهل جدا انه يوصلوا نصف نهائي، وبعدها يفوزوا على اسبانيا، وهذاك يفوز على الارجنتين ويوصلوا للنهائي الاولمبياد، ونشوف نهائي عربي بين المغرب ومصر. سهل كثير، ما حد يقول لي انا انت نحس وخلصت. لا بصح سهله بزاف، فهمتي؟ مش كتشعل الكاميرا وتصور كتجيك سهله بالفهم، فهمتي؟ عندك الحق. رسميا تم اقصاء المغرب وتم اقصاء مصر، خذوها مني وتذكروا كلامي. راح نشوف لاول مره نهائي الاولمبياد ل 2024 في باريس نهائي عربي خالص، لانه راح يكون بين المغرب ومصر، وما راح يكون اي حدا متوقع هذا النهائي الا انا. هني بقول لكم اياها، راح يكون نهائي عربي. مصر والمغرب قادره، وقادره انها تفوز على ارجنتين واسبانيا، وقادرين انهم يوصلوا النهائي بكل سهوله، والنهائي راح يكون عربي. مزيان، عجبني التفاؤل ديالك، كمل بحال موك. مزيان، التفكير الايجابي زوين، برافو. المنتخب المغربي على خطى كاس العالم بعد الفوز على امريكا ب 4-0 مع الرأفة. 4-0 على المنتخب الامريكي، المنتخب المغربي الافضل لحد دلوقتي في البطوله، والمنتخب المغربي يتاهل الى نصف نهائي الاولمبياد. الف مليون مبروك للمغاربه، وباذن الله احنا كمصريين نلحقكم الى نصف النهائي. بارك الله فيك، الله يبارك فيك اخوي العزيز، والعقوبه ان شاء الله لمصر واخوة المصريين ان شاء الله. النهارده اداء ونتيجه واستمتاع. يلا يا صفيو مضارب مع بايدن، ماشي حمز بايدن. انا بغيت نعرف هذاك فين هو ذاك باراديز، وقيل باراديز هذا لاعب ديال الميريكان تقريبا. انا ما كنعرفش شنو هي المغرب، فين جات الدوله هذه ولا شنو كيدير، فهمتي؟ في الاخر جالس كينوح تيدير لي حكيمه كتمسح ليه على راسو، فهمتي؟ تيبرد فيه زعما. حقرنا اخوتي، حقرنا. الله يا سفيان، يلا رحيمي لا يرحم، خاصه الامريكان. رحيمي يا رحيمي، لا ترحم بالثاني والثالث. رحيمي اركع صلي، الله اكبر امام الخط. كاينش اللي عجبني انا في هذا الماتش، انا قد حكيمي قائد بمعنى الكلمه، حكيمي تبارك الله عليه اخي. انظر من اتى هنا اللحيه
يا اللحية قوجة إلهي أبا خليفة مرحبا شبيه رجل البرية انظر منات وادا امشي هذا كان قالك اخويا بكل صراحة لم اسمع بهذا المنتخب احنا دومي فينا الكاس العالم ما عمرو قالك سمع بهذا المنتخب هذا اخوتي ولا اعرف المهم قالك ان سنفوز غدا وفي الاخر بدا يبكي امشي هذا في سير الماتش بدا يبكي انا اصلا والله ما كنت كنعرفك بالله حتى سمعت التصريح ديالك صراحة الاخر حكيمي قال سي حزرو كيف باريس قال لهم عمرني ما سمعت بالمنتخب المغربي وما كنعرفش اللاعبين ديالو ما كتعرفش امير ريتارليسون جا من عندكم وما كتعرفش حكيمي اليوم غتعرف شنو هما الاسبوع اخي اليوم غادي يبكيوك ان شاء الله عاد داو عرفناهم غدا غيبدا يصلي المغرب خلي لنا في الجمعه المباركه اليوم غتعرف شكون هو المغرب هذا سميتو كيف باريس اقسم بالله العلي العظيم انا لو كنت عراقي لاستنى مدرب المنتخب الاولمبي على باب المطار واستقبل استقبال اشي فاخر على الاخر ولك احنا زلام شو اللي ابهار شو اللي فضحتنا قدام العربان هذا فيديو قديم نهار خسروا معانا انت اللي ما تعيان شويه قام صورت فيديو نهار ربحنا العراق ونهار خسرنا مع اوكرانيا يا زلمه 2-0 والدقيقه 30 شو لما قلنا لكم المباراه الماضيه خط الدفاع وسطات دابا العراق فهمتي غيتكالما شويه فهمتي بيضرب لدى امريكان بربعه اقول الحمد لله ربحوا لنا بثلاثه فهمتي غيتكالماو دابا شويه بده احلال وتبديل قعدتوا تحكوا لي انت اردني ولا تتدخل مش عارف شو وسطات اشكره يا معلم فانا بقول روح لانه اخواننا العراقيين ما بيستاهلوا صراحه اللي صار اليوم يعني قلوا كان لازم يكون في منافس انا صراحه ما شفت منافسه What happened here طلق مني واقعنا ما لدو What happened here تعاود طلق مني هي اللي سمعتاني What happened here ما شافوا And then Morocco so I guess from this perspective do you think the US are better suited to play against Morocco or Argentina did we dodge a serious obstacle here by not having to play Argentina in the next round? I'm not too sure. Both teams are really good. Both teams are teams that are worthy of being in the next round. And Morocco had a very good group stage. Had it not been for that last minute goal they conceded against Ukraine, they would have gone through this group unbeaten. Yes, Argentina man for man has great quality. I don't know how convincing they are. Crazy enough, but Morocco is not to be underestimated whatsoever. They were really strong. They got the job done, and they were rightful winners against Argentina. And today, I mean, they picked Iraq apart. They were very good. اليوم ما عرفوا المغرب. اليوم ما عرفوا المغرب دابا فهمتي. اليوم دابا غادي يعرفوا المغرب مزيان دابا. Shown that in certain areas of the field. They have some of the best. I'm in تعلق قدك 4-0 والله لا تفكرت واحد الأحبة الأعزاء على قلوبنا اللي معاك يوسف حجي 4 ايام شوفي السلام عليكم السلام ورحمة الله كملي قرايتك وغنديك معاك ايام ما فهميتش يا فهمتي ما فهميتش عيش اللحظة يا الدراري كاع الناس اللي كيحبوا كورة وشي كاع اللي كيفهم في كورة اللي كيفهم في كورة هادي يقول انه الهزيمة ديالنا مع اوكرانيا والله تا كانت صالح للمغرب والله تا كانت لصالح المنتخب المغربي فيقتهم ديك التصرفيقة اللي كتفيق هي الهزيمة ديالنا مع اوكرانيا معايا يلا بسلامة سلامة مبروك هاي 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 الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك شوف الله يبارك فيكم ادعيوا معايا ادعيوا معايا وادعيوا تا تركيا مصيفطة واحد قتال هيتمان مصيفطة تركيا اخونا خاش يدو في جيبو ترى مولف هذا يفرقع البنادم راسو اصاحبي ماشي قالك يدو في جيبو شاد سلاح راه كيوجد في الامو كيوجد في الامو باق باق تيشارجي ويضرب يا خونا صاحبي الطرماش ما كيرمش الناس دايرين لي زاباراي وداكشي ديال فيجيتا
شي بالحمار وكدودي والام شي طالع لك بحال موكب بلوس كبيره ونعم خنزر داير دي فجيبو شي جيبه لاصقه وجفيطيه حتى واحد اصلا ما سول على مول الذهبيه وما عرفناش كون دار ميداليه الذهبيه حيت خونا صافي بالنسبه لنا راه هو اللي يربح صافي كثر وعنده 51 عام وما عاد شحال يلا جيت معاه من جدو ياو جيت معاه من غدو يا عم ياو صيفطي لك واحد خدام في المافيا 7.3 شفت كثير ناس تقول ليش وسيمة فنانة مغربية اختارت تغني بالجزائري؟ لا انا اولا احب اشكرك لانك تحتي لي الفرصة باش نوضح من خلال برنامج صباح الخير يا عرب. الاغنية مغربية بحت كلاما وتلحينا وطاقما ومطربة وكل شيء فلا ما أعرف يعني أنت تعرفين المغرب بلد ذو تاريخ وحضارة عريقة يعني طبعاً. وإحنا ما بين كل منطقة ومنطقة عندنا لهجة مختلفة صحيح إحنا نحكي الدارجة الموحدة لكن ما بين كل منطقة ومنطقة عندنا يعني لكنة مختلفة أكيد طبعا فأنا غنيت مزيج ما بين لهجتي من مدينة تطوان يعني إحنا في تطوان بنقول هيدا ما بنقول هكا زي مثلا سكان كازابلانكا أوكي إيه فأنا غنيت قصتنا هيدا سالات لتقول لي صفحة بيضة يعني هي هيدا من منطقتي والباقي مغربي موحد فهي لا أبدا مو جزائري وإحنا عندنا الراي المغربي يعني عندنا الفنان الكبير ميمون الوجدي من مدينة وجدة عندنا محمد راي عندنا زينة الدودية يعني أسماء كثيرة إيه طبعا فلا الأغنية مو جزائرية الأغنية مغربية عطاتي اخويا التاريخ والجغرافيا في جوج دقائق كون لي ماخوت جو ماكسيموم افيك دو توش دو بال بارك الله بارك الله تبارك الله الدراري تبارك الله دقيقيه ما شاء الله ما شاء الله المغرب صنع التاريخ في مونديال قطر 2022 منتخب أسود الأطلس أول فريق إفريقي وعربي وصل إلى نصف نهائي المونديال لكنه لم يكتفي بذلك فحسب إذ نجح في الوصول إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 المنتخب المغربي يمتلك الأفضلية على أمريكا في دور الثمانية ومن المتوقع وصوله إلى نصف النهائي مرة أخرى بعد مفاجأة المونديال السابق نهضة الكرة المغربية في السنوات الأخيرة لم تتوقف إذ تمتلك لاعبين في أفضل ده المشكلة غنولفوا التومي فينا غنولفوا وما تشوفوا شنو بقليش كنخرجوا نحتفلوا هادشي راه ولا تجينا عادي نصور فيديو عادي فهمتي انا لاعبين دومي فينال غنلعبوا مع السباليون اخوتي لاعبين دومي فينال اولمبياد يلا داك العام قبل دومي فينال كاس العالم تصارنا اخويا تصارنا ولا كيجي لهاد الشيء عادي اخويا الحمد لله افضل الانديه العالميه الحمد لله اشرف حكيمي في باريس سان جيرمان الفرنسيه وابراهيم دياز مع ريال مدريد الاسباني ونجوم اخرون يتالقون في الدوري يا ساتر بهدلوهم بهدل المغربي على مركان اليوم قبل المباراه عمل فيديو قلت ما بدنا شفنا واحد ولا اثنين بدنا بهدله بدكم تبهدلوا المنتخب الامريكي وتمسحوا الارض ببايدن باكمله دخيل الله بهدلهم 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 بهدل الامريكان احرق الامريكان صوب الامريكان ديما مغرب بلا ما نغوشو حنا يا خوتنا قاضي الغرض اخوتي بلا ما نغوشو بلا ما نديرو البلبال هاتي تخلعوني هاد اللايفات ديال اللعابه بحال ما كنت تخاف الا بحال داك النار يمين يمال كاس اوروبا باش تيبان لك واحد خونا كما ولدته امه يقف الهيبه مشات فهمتي الهيبه مشات شي لعابه كتحتارم ام بحال داك ال11 داك ال11 كنحتارمو تيبان ليا لحيه بعقله تخاف حتى شويه تشوفو فهمتي ما تبقاش تشوف فيه نفس الشوفه حكيمي والله الا كتخاف يا خو كتفرج وكتخاف واحد الطرف Yeah.
صحتهم صحتهم مبروك علينا اخي. وش يقول لك علاش فرنسا اعترف بالسحرب غريبية؟ تشوفها صاحبي تشوف تشوف فرنسا صاحبي ترى تقول كازا هذه فرنسا ولات مغربية الشريف. الطريق وقفت الشريف علاش اعترفوا بالصحراء. والله لا احسن والله اخوتي اقسم بالله الا فرحت في الهدف ديال حكيمي تهزيت حيت كنت كنقول داك السيد خاصو يماركي داك خاصو يماركي يستاهل يماركي فهمتي قائد كابيتان ديال المنتخب ديالنا كابيتان بمعنى الكلمه حكيمي واعر اشرف حكيمي لاعب واعر سلامة اسبانيا انتوا بقى بسلموا له على يمين يمال. طب احنا كده بعد ما كسبنا اسبانيا هنلاعب مين في دور الثمانية؟ هنلاعب اوروغواي. قول هنكسب اوروغواي. باراغواي مش اوروغواي باراغواي. وي كده كده ماتشهم مضمون ونصعد من دور الثمانية لدور قبل النهائي يبقى كده هنلاعب مين؟ كده هنضطر نلاعب الكسبان من فرنسا. بلاش الماتش ديالكم يلا دازت فيه جوج دقايق بلاش يشوف شنو دايرين. شنو دايرين اخويا؟ شوف النيشتا اسبانيا واش دارت. اي اسبانيا ربحت بثلاثة. اسبانيا ربحت بثلاثة اخي. ايه مصر بقين 0-0 0-0 سير اخو الله يسهل ليكم. فرنسا او اسبانيا اكيد اللي هيكسب فرنسا طبعا لان البطولة على ارضهم وطبعا التحكيم هيعمل شغل يبقى احنا كده هنقابل فرنسا في قبل النهائي. حتى نكره يا اخويا الكالكولاتريس تفكرني في ايام 2004 2008 كتعصبني. جاي يشوف مباراة المغرب والعراق باش شاف شي احلى مباراة. مال داناس هو بيتك يا و داناس و داناس ايه داناس عليك شي يدير لك محتوى داناس صافي قالك مغربي تزعطف عراقية صافي وليتي محتوى دالاس دبرتي عليها دبرتي عليها دابا صافي هيدروك اغاني وكذا كيجي فيها ولدي هو ان عندنا رجال ماشي لاعبين بكل صراحة نقولها لهم من اول يوم ما يمكن لكمش تصوروا الكم ديال الحب اللي عندهم للراية الوطنية والطريقة كيفاش كيلعبوا ليطا ديسبري ديالهم دائما هازين معاهم الجمهور المغربي والنظرة ديال الجمهور المغربي والفخر ديال الجمهور المغربي انا سعداء كثير بعد الشيء اللي وصلنا له حقيقة الرجال راهم كيديروا كيكتبوا التاريخ المرة اللي فاتت دازت مقابلة ماشي سهلة هاد المرة كانت مقابلة أصعب تكتيكية أكثر ولكن تبارك الله طارق السي والله لا تبارك الله عليه أخي والله خير كتفرج وكتستمتع منتخب ممتع بعد المستقبل ديال المنتخب الوطني راه في ايدي امينه كاين وليدات زوينين عندنا تبارك الله الرعدات شدني يا خويا وحق الله والله يا خويا هذا الماتش هذا لا يعلى عليه فيف لو ماروك فيف ديما المغرب ديما المغرب عاش الملك عيد العرش ديال سيدنا عاش الملك عاش الماروك عاش محمد السادس الرعدات شدني دابا هادي بغيت نعرف انا هادو كيفاش عملوا لها زعما الصراحه الله يا هادي حكم ارجنتيني مقابله المغرب ضد لا 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 دار ماتش نقي فهمتي الحكم ارجنتيني دار ماتش نقي كنت خايف منه صراحه ولكن دار ماتش نقي ما كاينش حكام اخرين غير الارجنتيني دابا نتوما شفتوا الحساسيه اللي وقعت في المقابله ديال المغرب الارجنتين راه قدموا حتى الشكايه للفيفا تعطيو حكم دخلتوا لا لا والله لا داز دار ماتش نقي بالله تبارك الله عليه نتحدى شي جزائري يخرجوا هكا في فرنسا ويهضروا على فلسطين نتحداكم ظالمة او مظلومة تيك توك يقدروا
ناري مشى فيها كل يوم الشوق. قلت لك يا مسخوط الوي مشيش مشى 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 مسكين صار. يلا اما يزوجوك اخي دانس صحا وراح الروينه والبلبليه بليل